حمزة بن دلاج، هاكرز بين الحقيقة والأسطورة. يعتبر حمزة بن دلاج أو صاحب الابتسامة العريضة البالغ من العمر 29 سنة أحد أشهر القراصنة الإلكترونيين في تاريخ الجزائر، وربما في العالم نظرا لما ارتبط باسمه من أساطير في مجال القرصنة. لكن الحقائق الثابتة المرتبطة بالرجل والتي أوردها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI كفيلة بجعله أسطورة حية، وأبرز تلك الحقائق أنه سطى على حسابات 217 بنكا، وحول من حساباتها ثروة تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، كما تسبب بإفلاس بعض الشركات واخترق مواقع لقنصليات أوروبية ومؤسسات إسرائيلية وحتى بنوك ماليزية. كما ارتبط اسم الهاكر الجزائري بالتسبب بغلق أكثر من 8000 موقع فرنسي ومنح تأشيرات مجانية لدخول أوروبا إلى شباب جزائريين، علما بأن بن دلاج بدأ احتراف القرصنة وهو لم يتعد سن العشرين، حيث درس صيانة الحاسوب لمدة 3 سنوات. وقد عادت قضية بن دلاج للواجهة بعد اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي بأنباء عن الحكم بإعدامه، لكن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك بالجزائر جون بولاشيك نفت ما تردد من أنباء بهذا الصدد، مؤكدة أن الجرائم المتهم فيها الشاب الجزائري لا تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضافت السفيرة الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن بن دلاج اعترف بالوقائع المنسوبة إليه يوم 26 جوان الماضي، حيث قام بزرع مبرامج خبيثة لقرصنة حسابات مالية، وأنه في انتظار إصدار حكم نهائي خلال الأشهر القليلة القادمة. وقد تم تحويل ملف قضية بن دلاج من الاستخبارات الأمريكية إلى وزارة العدل منتصف العام الجاري، وسيحاكم من قبل محكمة ولاية جورجيا بتهمة تطوير وتوزيع فيروس سبايس آي الذي يستعمل في سرقة المعلومات البنكية، وسيحاكم إلى جانب هاكر روسي الجنسية. واللافت أن الجهات القضائية الرسمية التي تحاكم بن دلاج بالولايات المتحدة ومن ضمنها محكمة ولاية جورجيا ومعها وسائل الإعلام الأمريكية لم تورد أي خبر عن محاكمة الهاكر الجزائري، كما نفت عائلته أن تكون قد أبلغت بذلك من أي جهة رسمية. لذلك فيمكن القول إن فصول قصة محاكمة الهاكر الجزائري لم تنتهي بعد. وقد تمتع الشاب الجزائري بشعبية واسعة بالعالم العربي، حيث يربط الكثير من المغردين ومستخدمي وسائل التواصل بينه وبين عمليات اختراق المواقع والشركات الإسرائيلية، وكذلك نقل أسرار الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين. ويروج المغردون لقصة لا يعرف مدى صحتها، تقول إن إسرائيل عرضت عليه تأمين مواقعها الإلكترونية الحساسة لما يتمتع به من خبرة مقابل التوسط لدى واشنطن لتخفيف الحكم بحقه، ولكنه رفض. كما يقال إنه كان يحول الأموال إلى فلسطين والجمعيات الخيرية بالدول الفقيرة. بعد سنوات من المطاردة، تمكن جهاز الانتربول الدولي من القبض على بن دلاج في العاصمة التايلاندية بانكوك سنة 2013، حيث كان يقضي إجازة هناك بصحبة أسرته، ولم يكن بحوزته سوى جهازي حاسوب محمول وهاتف ثريا، وقد سلم إلى القضاء الأمريكي ونقل لولاية جورجيا. ورغم انطواء صفحة بن دلاج ولو مؤقتا بالقبض عليه، فإن المغردين والكتاب ووسائل الإعلام وجدوا في ابتسامة هذا الشاب قضية خلافية، فقد رأى فيها البعض نوعا من السخرية من مؤسسات مالية كبرى وأجهزة أمن عالمية، بل ونظام مالي استطاع إذلاله والتلاعب به واستخدام أمواله والتمتع بها. بينما يرى آخرون أن ما يظهر على بن دلاج هو ابتسامة الرضا على وجه مقاتل استخدم سلاحا غير تقليدي، ولكنه مؤلم ومؤثر، وقد تمكن بفضل هذا السلاح من نقل أموال من مؤسسات ودول تصنف لدى قطاعات واسعة بالعالم العربي والإسلامي بأنها معادية لمؤسسات ودول على الطرف الآخر من العالم. حمزة بن دلاج هو أحد أشهر القراصنة الإلكترونيين في تاريخ الجزائر وربما في العالم. ارتبط اسمه بأساطير في مجال القرصنة، لكن الحقائق التي أوردها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كفيلة بجعله أسطورة حية. ولد حمزة بن دلاج سنة 1988، وتخرج في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر مهندسا في الإعلام الآلي سنة 2008،
وقد درس صيانة الكمبيوتر ودخل عالم القرصنة ولم يتجاوز 20 من عمره، فنسجت حوله الأساطير في وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم العربي. قيل عنه إنه وراء اختراق مواقع وشركات إسرائيلية، وأنه نقل أسرار الجيش الإسرائيلي إلى الفلسطينيين، وحول لهم ولدول فقيرة مبالغ مالية كبيرة بعد اختراقه لحسابات مصرفية في عشرات البنوك العالمية. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بعض التهم الموجهة لبن دلاج من قبيل أنه سطى على حسابات 217 بنكا، وحول من حساباتها ثروة تقدر ب 3.4 مليار دولار، تسبب بإفلاس شركات واخترق مواقع لقنصليات أوروبية ومؤسسات إسرائيلية وحتى بنوك ماليزية. بعد أكثر من 3 سنوات من المطاردة، تمكن جهاز الانتربول الدولي من القبض على بن دلاج في العاصمة التايلاندية بانكوك سنة 2018. سلم مع بن دلاج جهازي حاسوب وهاتف ثريا كان بحوزته إلى القضاء الأمريكي، ونقل لولاية جورجيا. نفى كل التهم الموجهة له من قبل المكتب المذكور، وقال في مؤتمر صحفي عقد لإعلان اعتقاله: لست مطلوبا ولست إرهابيا. عادت قضية بن دلاج للواجهة بعد سنتين من اعتقاله في العاصمة التايلاندية بانكوك، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية في صيف 2015 بأنباء عن الحكم بإعدامه، ونشرت صورة له مبتسما رغم تقييد يديه بالأسفاد. لكن عائلته أكدت بعد الاتصال بزوجته في الولايات المتحدة الأمريكية أنها أنباء خاطئة، وما يزال بسجن بولاية جورجيا. وكان ملف قضية بن دلاج قد حول من الاستخبارات الأمريكية إلى وزارة العدل منتصف عام 2015 ليحاكم من قبل محكمة ولاية جورجيا بتهمة تطوير وتوزيع فيروس يستعمل في سرقة المعلومات البنكية.